هذا ملحق خارجي بجوار المبنى، تلاحظوا هنا لم يتم عمل جسر مقلوب أعلى سطح الملحق، فكانت طبعا النتيجة إن صار شرخ أسفل البلوكة التي في السطوح، البلوكة التي حول السطح. رغم ان المبنى عمره يمكن 2 أو 3 سنوات بالكثير، يعني المبنى حديث جدا، لكن الجسم المقلوب مهم جدا حتى يمنع حدوث شرخ بسبب تمدد البلاط بسبب العوامل الجوية ودفعه للسترة أو للبلوكة التي حول السطح. شاهد انه ما نتساهل نهائيا بالجسم المقلوب نهائيا نهائيا، حتى لو كانت غرفة حراسة.